روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن أكرم الموت القتل، والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش في غير طاعة الله. صدق سيد المتقين. نعم، إن شهداءنا في البحرين قهروا الموت وانتصروا. أما الآن فمع كلمة للأستاذ الإعلامي يحيى حرب، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. خير المطالع تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا. وفي الحقيقة إن هذه المناسبة الجليلة تدعونا لأن نقف بإجلال واحترام أمام أرواح الشهداء وتضحيات الشهداء وعزيمة الشهداء والقوة المعنوية التي تختزنها قلوب وصدورها هؤلاء الشهداء، ونحيي آباءهم وأمهاتهم وأولادهم وعائلاتهم، ونحيي البيئة التي أنجبتهم. فتاريخ الشهداء ليس تاريخا قصيرا، لا في البحرين ولا في غير البحرين، والأمة التي أنجبت جيلا من الشهداء قادرة على أن تنجب أجيالا أخرى. فقضية الشهداء والشهادة أيها الأخوة الأعزاء هي جزء من قضية العدل الإلهي. الشهداء الذين كرمهم الإسلام في القرآن الكريم، وكلنا نقرأ الآيات، وقرأتم وسمعتم الآيات، هذه الآيات جاءت لتكرس مفهوم الشهادة الموجود أصلاً في طبيعة الإنسان، في خلق الإنسان، لأن الشهداء هم أداة العدل الإلهي. فهذا الكون أيها الأخوة والسادة، هذا الكون الكبير منذ أن وجد، وجد في ثنائية، وجد في صراع، صراع بين الدكتاتورية والحرية، بين العبودية والاستقلال، بين الفقر والغنى، بين الحاجة والارتواء، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر. وكما أن عوامل الشر والدكتاتورية والظلم والاستعباد موجودة في هذا الكون وفي طبائع بعض البشر، فإنه من الواجب أن يوجد في مقابلها عوامل الخير وعوامل القوة وعوامل التصدي لهذا الظلم. فالعدل الإلهي يقتضي أن يكون مقابل كل شرير خير، ومقابل كل ظالم طالب حرية، ومقابل كل مستعبد من ينشد الاستقلال، ومقابل كل دعاة الكفر والمادية والإباحية من يدعو إلى الإيمان وإلى السمو الأخلاقي وإلى الارتقاء. ونحن في عالمنا هذا إذا نظرنا إلى البحرين مثلاً وكل المناطق وكل الدول، إذا استثنينا الشهداء وعائلاتهم وصمودهم وهذه البيئة الحاضنة الغنية، ماذا يبقى من البحرين؟ يبقى حاكم ظالم لم يترك مفسدة إلا وقام بها، ولم يترك رذيلة إلا واتصف بها، فكان دكتاتورا سياسيا في بلده، وكان ظالما استعبد شعبه وحرم شعبه من حقوقه الأولية، ثم ارتكب الخطيئة الكبرى بخيانة الأمة، فإذا به يتمسح على أعتاب الصهيونية وأعتاب الدول المستكبرة ليكسب منها القوة والاعتراف،
ليكسب منها المدد. هذا الملك الظالم وحكومته الفاسدة لونت البحرين بلون أسود قاتم، لون سيء، صفة كريهة. من الذي يعدل الصورة؟ من الذي يعيد إلى هذه الأمة، هذا الشعب، هذا البلد حياءه وبهاءه؟ هم الشهداء الذين أعطوا وضحوا بغير حساب. والشهداء أيها السادة، وأستميح عذرا كما تفضل سماحة الشيخ والإخوة الأعزاء الذين سبقوني، الشهداء اليوم، الشهيد اليوم ليس من يقتل فقط في ساحة الميدان، وأنتم تعرفون أن أساليب الظلم تنوعت وتطورت. عندما كنا في زمن الاحتلال في جنوب لبنان، الذين بقوا في أرضهم هم أبطال ومقاومون ومجاهدون.